ايه ده؟ دول عايزين يسرقوا مخزن ماما. سرق؟ كان هيتسرق؟ ايوه يا ماما. ايه اللي حصل يا غزة؟ انا هقول لك يا ماما. ماما. نعم يا فيروز. هو احنا هنسرقوا؟ ايوه يا حبيبتي، عشان اجيب لك شنطه المدرسه وهدوم المدرسه. ماشي. بقول لك ايه؟ المخزن بتاع ام غزل مليان بضاعه ومعاها فلوس قد كده. ما تخافيش هنقلبوها. ماشي يلا. البنطلون الاسود اهو، الشنطه الاسود. غزل حبيبتي. نعم يا ماما. ايه رايك نقفله ونروحه يا غزل؟ ليه يا ماما؟ انا مش عايزه اروح يا ماما. بصي غزل يا حبيبتي، اصلا انا عندي شويه غسيل عايزه اغسلهم ونعمل لقمه ناكلوها وننضفوا البيت وبعد كده نيجي نقعدوا براحتنا. طب ماما انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. روحي انت يا ماما البيت واعملي لي كل ده وسيبيني انا لوحدي يا ماما. لا 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 يا غزل، تعالي معايا يا حبيبتي، اغسلي معايا وناكل لقمه ونيجي بعد كده. يا ماما انا كبيره هعرف ابيت. لا يا غزل يا حبيبتي، مش هينفع اسيبك لوحدك، تعالي يلا بينا يا غزل. ماشي يا ماما. يلا حبيبتي. يلا افتحي القفل حبيبتي. يلا يا غزلة قوية. اهي بتقفل اهي. ايوه ومعاه بنتها كمان، حلوة قوي. طب يلا بينا نستخبى بسرعة على تشوفت. ماشي يلا. المفتاح. لا يا ماما، المفتاح معايا انا يا ماما، وانا اللي افتح وانا اللي. خلاص اللي انت عايزاه يا غزل. يلا بينا حبيبتي. جاهزة يا حاجة؟ جاهزة يا بنتي، يلا بينا. ماما يا ماما. نعم يا غزل. ينفع اطلب منك طلب؟ اتفضلي. طبعا. هو انا ينفع يا ماما اروح العب مع اصحابي لحد ما انتي تحضري الاكل يا ماما، بعد كده نازلين يا ماما اجي اكل معاكي يا ماما؟ طب يا غزل مش هتساعديني؟ معلش يا ماما، انا عايزه العب مع اصحابي. خلاص انزلي العبي يا غزل. ماشي، شكرا يا ماما. العفو يا حبيبتي. انا بقى جاتلي فكره، انا هروح وافتح المحل، وكمان بقى اي حد عايز حاجة انا هبيعله عشان اعرف ماما انها قوية وكبرت. ها يا سلمى طمنيني، الجو تمام؟ يا حاجة الدنيا ساكتة اهي. هص هص، وبعدين احنا بقى لنا 15 يوم بنراقب الجو هنا. قلقانة. ايه ده؟ هما الناس دول بيعملوا ايه؟ ما تخافيش، وبعدين ما فيش كاميرات هنا خالص. يا ماما. ماشي تمام. خلصي يا حاجة، خلصي. وقالت لي لو شفتيهم اوعي تكلميهم عشان دول حراميه. اهو الحمد لله فتح اهو. طب يلا نزلي اعدلي السلم. يلا ماشي ماشي. استنى اعدلي. يلا يا ماما. ماشي استنى بس عشان ما اقعش. ايه ده؟ دول عايزين يسرقوا مخزن ماما. اعمل ايه دلوقتي؟ طب اروح اقول لماما؟ لا ما انا مش هلحق، هيكونوا سرقوا خلاص. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايوه المفتاح معايا، انا جاتلي فكره حلوه قوي. تعالي فيروز، خلي بالك المسمار اللي فوق ده. اوبا خلاص تمام يا سلمى، جاهزه؟ يلا ناولك الحاجه. خلصي يا ستي. بصي هناولك العجل الاول بس بسرعه يا ستي، على بالي دي لسه ماشيه. ماشي هوري بالشباك بس. انا عايزه عجله. ثاني بس يا بنت، هاتي ده شوية واربي انتي من عندك برا. تعالي. عايزة عجلة. قولي لي يا مرايتي، قولي لي حكايتي، انشدي نهايتي. ايوه واخر الستي. انا مش عارف انا تهت منك. انا مش انا، لا دي ملامحي ولا شكلي شكلي ولا ده انا. يا ام محمود الحق. ايه في ايه؟ بتسرق ازاي يعني؟ ماما مش موجودة، ماما في البيت. تعالى معايا تعالى معايا تعالى بينا. يلا الله ينور عليك. استنى
استني. يلا هات. يلا. الله ينور عليك. استني عجبك حاجات ثانيه. ماشي. يلا. 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 خلصي يا حاجة. استني. هات. يا بنت قلت لك هاتي الحاجات الغالية. ماما. ها ماما. ها انا عايزة العربية دي. عايزة العربية دي؟ وحياتك يا فيروز لأقلب لك المخزن كله وخليكيش نفسك في حاجة أبدا. انا عايزة العربية. يلا خلصي يلا هاتي اللي بعده. يلا يا فيروز انت غبتي قوي كده ليه؟ يلا يا بنتي مش بتردي عليا ليه يا فيروز؟ ثانية واحدة يا سلمى. اللي جابك كده؟ حضر الشيطان الرجيم. المخزن ده بتاعنا. تمام الله ينور. يلا نطلع احنا. تمام تعال غير الهدوم دي. تعال عم محمود. ايه يا غزه؟ بص يا عم محمود انا عايز اقول لك على حاجه. قولي. انت دلوقتي كل الحاجات دي هتلمها وانت وعم محمود. ما عجبناك يا اهم حاجه؟ ايوه انت عجبتوني قوي جدع. يلا تعال دخل ايدك معايا. يلا بينا. السلم ده بتاعكو؟ لا السلم ده بتاع الحراميه. بس اقول لك على حاجه دخله جوه برضه عشان ماما تيجي اقولها. ماشي. وقفل الشباك اهو تاني. هنعمل لك كل حاجه. يلا ماشي. يلا بسرعه يا عم محمود. اقفل الشباك من عندك ده. حاضر. مين؟ ايه يا ماما؟ في ايه يا غزل؟ خش الاكل عند ماما. يا ماما الحاجه بس يا ماما. في ايه؟ المخزن بتاعك كان هيتسرق. كان هيتسرق؟ ايوه يا ماما. ايه اللي حصل يا غزل؟ انا هقول لك يا ماما. انا ديت عم محمود يا ماما وعم احمد يا ماما وبعد كده يا ماما المخزن. اقول لك يا ماما ايه اللي حصل بقى يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ اتكلمي. انا خليت يا ماما عم احمد وعم محمود يا ماما يلبسوا لبس العفاريت يا ماما اللي انت جايبه لي يا ماما. اللي انت يا ماما اشتريتيه. ايوه ايوه يا غزل. وبعد كده بقى يا ماما انا خليتهم يخدوه يا ماما. بس
تعرفي مين الحرامية يا ماما؟ مين حرامية؟ أنا هقولك، عارفة الناس يا ماما اللي انتوا شايفين وقلتيلي يا ماما لو شفتيهم أول اتكلموا عشان دول حرامية؟ أيوه هما دول يا ماما. هما دول الحرامية؟ أيوه يا ماما. تعرفي دخلوا منين؟ من الشباك كمان؟ أيوه يا ماما. طب تعالي يا غزل، تعالي اطمني على المخزن والنبي يا غزل، يلا بينا. تعالي بسرعة. تعالي حبيبي.